حلو. اللقاء ده بقى شفته ازاي؟ ايه اللي عينك راحت عليه وايه الحاجات اللي لفتت انتباهك ونظرك في الماتش ده؟ هو بص طبعا كابتن كريم، طبعا في حاجات كتيره كويسه في المباراه ديت، لكن انا نتكلم على الشناوي اكتر شويه ده احنا جايين له. لا ايوه بص، اخر الشناوي اصل بحكم التخصص لازم اتكلم مع حضرتك عن الشناوي، وخصوصا تصديه الرائع لكتير من لا الهجمات، ده بس عنده الناس كلها وقفت عند هجمتين بصفه ايوه خاصه واكدتين تمام بما لا يدع تمام مجال للشك، صح. فرايحين للشناوي رايحين. رايحين بس للشناوي نتكلم احنا، عموما بشكل عام، شفت الماتش ازاي؟ انا شفت ان المدرب ما شاء الله حط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كويس جدا، على ادواته بشكل كويس جدا، لعب المباراه وعينه على الترجي برضك، بدا يريح بعض النجوم علشان ضغط الماتشات، لان طبعا طالعين من ماتش صعب جدا من المغرب تحت ضغط جماهيري عالي جدا، وكان اداء رجولي من اللعيبه، لعبوا 90 دقيقه ابطال فعلا، عملوا 90 دقيقه بطوليه في الاجواء ديت مع حكم، انا شايف من وجهه نظر الحكم بتاع ماتش الرجاء يعني ما كانش في مستوى الحدث بشكل كبير جدا، لكن ابطال النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي قدروا يعدوا الماتش بقوه وباسم النادي الاهلي وتحدياته دايما، عملنا مباراه كبيره جدا تليق بالنادي الاهلي، فطبعا اللعيبه جت منهكه، وبعدين انت طبعا هتلاعب منافس بتبدا تشتغل عليه لمده المنافس اتغير، تشتغل المنافس على غير جديد. قبل الماتش بتاع 40 ساعه، وكان بنسبه كبيره انت مش متاكد هيلعبوا ولا مش هيلعبوا، يعني صحيح انا كمدرب برضك قاعد مستني صحيح. لا اللاعب هنا اللاعب هنا، فالموضوع برضك بيشتت اي مدرب يعني. ناس اي كتير شافت ان كولر كان متوجه للامارات وهو معاه خطتين او سيناريوهين مختلفين طبقا ليه هيلاعب مين. صحيح صحيح، بس هو مدرب كبير هادي يليق بالنادي الاهلي، يعني من سلسله المدربين اللي هم ان شاء الله يعملوا تاريخ كبير في النادي، طبعا النادي الاهلي بمن حضر دايما بنقول أكيد كده، أكيد. والنادي الاهلي اي مدرب ان شاء الله يقدر يعمل معاه نتائج كويسه، لكن الراجل ده السويسريين، انا عشت في سويسرا شويه، ليهم طابع خاص شويه ان هم جد جدا بيشتغلوا بالورق والقلم، بيهتم جامد جدا، حتى تلاقيه طول اللقاء معاه قلمين احمر وازرق. هم ملوك الدقة، مش ايوه، ملوك الساعات في فلما العالم تلاقيه كله ماسك القلم وصناعة الاحمر الساعات. يبقى اكيد بيدون حاجه فيها مشكله، يعني دي تركه كده هو بيعملها، لما بيمسك القلم الاحمر يبقى اكيد في عنده حاجه بيكتبها ملاحظه، مش القلم لزق يبقى اكيد في ايجابيات اكتر، لكن الراجل لما بدا يحط تشكيلته، يعني لما نزل احمد كوندوسي كان مفاجاه للناس كلها، احمد عمل الجيم كويس جدا من الناحيه الهجوميه، ادى بشكل كويس جدا، يعني هو كان مفاجاه بالتشكيل بالنسبه لناس كتير، هو ومحمود متولي، لكن الاثنين ادوا بشكل قوي طبعا جدا، وبنقول الحمد لله على السلامه محمود متولي، لانه بقاله طبعا كتير ما كانش بيلعب، فلما تلعب 120 دقيقه تحت ضغط جماهير لسان مقفول وماتش ببطوله، وكون ان الماتش الاخر ثانيه يعني بينج بونج رايح جاي، فطبعا دي يعني وكان في ندية الحقيقة، وكان في طبعا تنافسية من عالية فعلا من افضل ماتشات الصبح اللي اتلعبت، صحيح. لان ماتش فيه فنيات وتكنيك عالي جدا، طرق اللعب اتغيرت كذا مره من عند الفرقتين، مظبوط. هو اتحفز بيراميدز خد 14 دقيقه اشتغل فيهم، كان رجلهم الاول محمد الشناوي، وبعد كده بدا النادي الاهلي حط ايده على زمام الامور من اول ثانيه، بعد كده لاخر ثانيه، حتى الماتش الشوط الاضافي الرابع النادي الاهلي كان مسيطر على الماتش صحيح. ومضيعين، ولينا ضربه جزاء في اخر الشوط الرابع سين الشحات 100% ضربه ده جزاء، مفيش حد غير اي لما صمد حكم بالعشرة ان دي معدي، ضربة جزاء ولينا طبعا. طرد طبعا في الشوط الاولاني بتاعت علي جبر دي اللي جت في ايده دي، وهو كان واخد انذار، لان هي بيقول لك ايده ما طلعتش، ايده طلعت وغيرت اتجاه الكوره، الكوره راحت في اتجاه المرمى اتغيرت اتجاهها، هو فخلاص المقياس والمرجعية هنا ان الكرة تغير اتجاهها، ولا مجرد انها تلمس اي هو جزء لو في كان الجسم؟ الايد في محيط الجسم اوكي، لكن طالما الايد طلعت عن محيط الجسم وغيرت اتجاهها، يعني انا كوره رايحه جون ورحت عامل كده وخبطت في ايدي، ما هي كانت رايحه جون، فخلاص هو المفروض كان ياخد الانذار الثاني، لكن برضك الحكم تغاضى عن الانذار الثاني وادى ادفانتج لبيراميدز انه يلعب الماتش كله كامل، لكن من الطبيعي ان كان علي جابر التالت في اللعبه دي.